فإياك تحتفظ بأي شيء خليك تخسر نفسك في المستقبل، إذا كانت صور، إذا كانت مزيكا، إذا كانت أشخاص. اسمع المفيد، أسامة الصغير عنده أورج بيعمل كده. يجي أحلى على حريم. لسه قاتل مع حد دلوقتي، هو رن عليا ففكرني المدير بتاعه ورقمه غلط، اديت له اسبوع اجازه. لا عايزين، كان عايز يوم واحد، كنت راسع اسبوع، خد يلا اسبوع يلا وخيخ. انتوا لا يمكن تكونوا الاولاد، انتوا اكيد الاعداء. امي عايزين كيس الموتزاريلا اللي انت ما بتحطيش منه ده، اللي محوشاته لعمرك عشان نعمل بيه تجربه للاولاد. يا اخويا كفايه تجارب بقى. يا امي هاتي الكيس الموتزاريلا بدل ما انزل واشوفك كسوف الخسوف. لا ما في، مش هيجرى حاجه. ايه اللي مش هيجرى حاجه؟ البلد كلها خايفه على العيال لو انت ولا شيء. ما كفايه بقى تجارب بقى، شيك بقى شيك. اللي خارب بيتك. ايوه يا امي صح، مش هيخليك تجهز ولا تتجوز ولا صح صح ناي. ومش هتني صح. برافو يا شك، يلا بينا. لا سيبك من شك. لا لا مش شك، يلا بينا. حلوه دي يا جو، خد تعبت عليك يا امي، وديني كيس الموتزاريلا اللي في الثلاجه اللي ان شاء الله بقالك سنين. موتزاريلا ايه انت عبيط؟ خد 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 النضاره دي عشان بيقولوا في كسوف تحت الشمس. ايه النظارة التقصير دي؟ قد كده خايفة عليا يا امي. لا بس لو يحصل حاجة هنعمل عمليات بسيطة. مش عارف بعمل في نفسي كده ليه؟ كل ده عشان اجل الاولاد. انتوا لو عاملين لي سحر اسود شام شعركم كده. وادي يلا انا بحبك يا ايه ده يا جدعان؟ ده المصريين كلهم في الشوارع، والله العظيم كلهم واقفين عاملين كده. تتفرج عليها متخلف، شكله عبيط جدا جنب المصريين، المصريين كلهم عادي عادي. هلا الغني جالكوا، هلا تعالى اوعى علقوا صوتي هنا كده. خد يا انت مش مصري، خد يا انت صاحبي. نازل ليه في الخصوص؟ اجيب رز بلبن. تجيب رز بلبن؟ اه ده هدف ثاني جدا. بتمنشونيش ليه على تجارب الارنبي؟ كب كيس الموتزاريلا كله، ضع بق لبن صغير كده و30 ثانيه في الميكرويف، رشه زيت وطادع الموتزاريلا هنا كده. الكيدز بيتفرجوا عليا من الفصل، عليا النعمه لايامي. برمي القلم تحت الديسك عشان انزل اخد اطمن ساندوتش. ايه القلبك يا حلتوا فيها دي؟ ودخل الفريزر كوبايه الجوافه دي، انا اولى بيها. وفعش بيضه دي وبقسماط، بعد كده غرق في البيضه وانزل في الطاسه تعمل تيش. علينا الموتزاريلا، هندوه نقول بسم الله. بص يا دي يا ابن قلب الحلاوه والجمال، الله اكبر. بص 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 بص، الله. سخنه تاهل. اختراعات ناجحه دي ولا مش ناجحه يا شاك؟ ايوه يا ابني انا عايزاك تتجوز. آه. المتجوزين متهنيين. آه. مبسوطين. آه. بيعيشوا طول اليوم كده في انبساط طول اليوم، وبيجيبوا اولاد. خلاص قلت اللي عندك وعملت لنا نشره. آه. طب اللي قدامكم دي السنه معاها بتفرد ب10، همها المظاهر والظاهر بتخاف من الاطفال. طلعت متجوز كلاكس زرار ومعرفه. حقق عليا بجوزك قدام الناس بميزك، واللي نسيت عملت ايه زمان عشان ارضى اتجوزك. نعمه اسم على مسمى جمال وعود، رجاله ما يطمرش فيها صحيح صنف نمرود. طلعت الهدوم الشتوي لقيتها موبره جدا. بصراحه ما طلعتهاش، انا سايبها من السنه اللي فاتت هنا. مش موضوعنا ازاي تشيل الوبره دي بتاعت ابويا. ايوه انا تعمل كده. حتى انت الجيلات الرخيصه يعني، بص بتدوس عليها كانت بتشتغل بس انا وسطها برضه. فاخد تجاربي كده في الصحراء بوصها. تعمل كده يا ابن قلبي، اهو اهو بالراحه كانك بتاخد لها دقنها. وزي ما انتم شايفين الوبره راحت. الواحد كل حاجه بتنجح في حياته، مش عارف يا ربي شكرا على التوفيق. ولا انت بتعمل ايه؟ مفيش، كنت بحاول اتكهرب. عدل لك اهو. ايه ده يا امي؟ ده اتكسرت. خد يا امي، خد يا امي، خد يا امي، اديها لابويا بقى لما يجي من السفر. قولي له دي اتكسرت. ده نهار امك. عارف ايه ده؟
اقول لابوك ايه يخرب بيتك اول يوم يسافر كده اهو بقى اللي في اوضتك ركبها سليم مش هتنفع ليه؟ اشكال مختلفه نزلت والله اجيب لكم الوان وتفعل نعمل التجربه اللمبه ابويا يقلصني ويحطني مكان اللمبه على دقني شايف دقني طويله ازاي انا مش راضي اروح احلق عشان ما اديش الواد 60 بلبل عشان اعمل لكم التجارب دي كده كتير ولا شاك كل ده ايه يا شكك برج الجبنه ده واحنا لازم نطلع بالبرج يا جدعان مش لازم نطلع كتير يا جدعان شك بيجيبوا كل حاجه اتنين حتى الشوتس جايب اتنين لا ايوه شك حلو يا شك يلا بينا يلا بينا يلا امي انا عايز 200 بلبل عشان اجيب البلويف للتجربه امشي يلا من وشي يلا عارف هنجيبها كام كم عاوز فلوس حالا يا اما حرتك الجريمه ها هجيب فلوس ولا لا ماشي يا مامي عايز حاجه اجيبها لك وانا جايه يا مامي حاضر الخير كتير يا جدعان يا عم ده 60 جنيه ليه في البقره نفسها اشتراك ثانوي وعلقوا صورتي ايه يا ابني بقى 10 جنيه انت والله العظيم في 10 جنيه بتضحك عليا كل مره في الواد طلع بيصرف عليا كل مره وزعلان لما انا اكتشف معلش يا كابتن انا اسف ده عايز واحد محنك زيي عشان يفتحها ده عايز خبير استراتيجي يا جدعان بقى لي نص ساعه مش عارف افتحها انا فتحتها يا اخي يلا نزل لنا البقره توستو قطع توستو خليك يالا زي المطر كده اروي من يستحق واللي ما يستحقش زعل امه نضع قطعه البلوبيفو وعلي تشيز بيضة وعلي تشيز حمراء دوت تشيز بيضة دوت تشيز حمراء شريحه بلوبيف حته تشيز بيضة تاني واحده حمراء بقى يا ابني واحده بيضة تاني وواحده حمراء وقطع بلويفو ده بقى عملنا البرج زي شايب بالظبط الواحد بقى نفسه يعمل شايب حبيب بدل العك اللي احنا بنعكه كوبايه دقيق على كوبايه لبن فرع الشيتوس شفت بقى لما بطلت تبتدي انت الكلام هم اختفوا ازاي وكب العجينه بتاعتنا كده كب كب وغرق بالشيتوس غرق قنبله بقول لك بيو اوعى يا قلبي انزل في الزيت طلعت زبده هي طريه قوي بسم الله اوبا بص يا دي يا ابن قلبي اوبا اه يلا ورا انا ده يلا بص البدله يلا والصرف يلا تسلم ايدك والله يا صاحبي والله تسلم ايدك ايوه يا ابا كونيتشيوا سايونارا كوتشي 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 سايونارا نعملها بقى ما قصرنا البتاع مش هنعملها ابويا هيقلوص دي يا جرى الله استنى كده صورت معاه لمبتنا وقلمنا ويديها تلوينه لو انها حمراء لم ونلون ازرق الازرق ده لو اشتغل هيتفهم غلط طبعا انت فاهمني يا زق ايه بقى انت حمراء وزرقاء هيتفهم غلط اها اها استنى الناس القديمه بس اللي هتفهم الموضوع دي برضه كنت كسرتها فاكر يالا لما كسرت دي والله التخلف جاب اخر وخلاص بص يا دي يا ابن قلبي بص النور يا نهار ابيض ايه ده ادي الازرق اللي هيفضحنا وادي الاحمر يا ابن قلبي الوضع بقت عامله ازاي شاك جاب 2 كيلو لحمه عادي ما عندكمش ازمه دولار يا شاك ما بتحسوش باي حاجه شاك كفايه يا جدعان من شنب بقى العيال ما بقوش يعملوا من شنب لا ده بقى بطلع انستجرام كفايه انا ممكن اجيب لك القطعه عادي شاك ابن المفتريه بيجيب الافوكاتو ده يلا احنا بنعمله كل فين وفين يلا طب هل تعلم ان الافوكاتو مش صحي وده لحم خنزير نو احنا بنتشعبط في رضا ربنا يا شاك ومش هينفع نجيب لحم خنزير يا شاك لكن ممكن نجيب ايه سلامي غالي برضه طب نجيب التركي غالي شاك ده شاك عمل البرجر مكان العيش التوستو اه وده ده شاك اوديه فين ده ده انا لسه جايبه امبارح وكمان جبنا الغالي شاك في ايه يا شاك الف انا وشفا حبيبي انا بتمنشن عليا حاجه انت متخلف يا لا لا ما عندكش دم يالا هنعمل التجربه ازاي عشان اعمل لكم التجربه دي انا عرفت انا ابيع ايه
مش هينفع اقول على الكاميرا. داخلين دلوقتي مسابقه تعقيب. ايه دول؟ مسابقه التعقيب احسن واحده بيعقب بيها ايدينا ولا في وشه ولا انا كنت بتعمل ايه؟ شو رايكم في مسابقه التعقيب دي عشان ده شباب المستقبل؟ يا اشحط ولا اعمل لكم ايه؟ مش عايزين حد يغسل يمسح لكم المحلات هنا؟ والله فلستوا. قولي ما تتكسفيش. مديرين؟ لا انا بمسح محلات بس. انا اعرف الناس تفرط سجاير لكن تفرط جبنه دي جديده. فلستوني. ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها. راح سمى مدرسته وراح شغلها. ماما قالت له